دلوقتي احنا نزلنا الموديلات، بس في حاجه مهمه جدا تمام لازم نشرحها، هي ايه؟ الاب داون نيو. داون نيو دي يعني التحديث الجديد تمام. دلوقتي انا لا، في موبايلات جديده بتنزل كل يوم، انت بيطلب منك تلقائي تمام كل شهر او شهر ونص تحديث اجباري، بس انت ما تستناش ده ليه؟ علشان كل يوم الشركات بتنزل موبايلات زي الفي 23 5G واي وموديلات منه كتير، حوالي 5 موديلات. طب ايه تاني؟ في الشاومي مثلا تمام، ال 11 اي ال11ات منزله مثلا حوالي 5 موديلات 11 تمام، بانواعهم ال 4G وال 5G تمام. طب ايه تاني؟ سامسونج مثلا لسه منزله الاس 21 اف اي تمام. طب كل الموديلات دي تمام، هي لسه معظمها ما نزلش السوق، بس هو نازل خلاص يعني الموبايل نزل، بس لسه مثلا ما انتشرش في السوق المصري عند ناس قليله تمام. زي الانفينكس النوت 11 مش هتلاقيه، بس هتلاقيه عند ناس قليله، هتلاقيه مثلا في البراند بتاعه في شركه انفينكس هتلاقيه منزلاه تمام، بس هتلاقيه كام يوم وهتلاقيه انتشر في مصر كلها. فانت المفروض تعمل ايه؟ يبقى كل يوم تلقائي هخش على كلمه ابديت وهعمل داون نيو، يعني انا كل يوم اعمل داون نيو. هو مش هيخسرك في الباقه، يعني انت لو دخلت على الفيسبوك هيستهلك اكتر ما انت ما تعمل داون نيو، بس دي حاجه هتستفيد منها طبعا، ان انت كل يوم هينزل لك الموديلات اللي نزلت جديده تمام. ده طبعا علشان انا مثلا ممكن انت لو ما عملتش ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انا الموديل موجود اساسا على السيستم، بس انت علشان ما عملتش تحديث فلما يطلب منك كمان شهر تمام تحديث هتلاقيه، وممكن زبون يخش لك وانت بتعمل دلوقتي وانا مثلا باجي اكتب مثلا الاس 21 اف اي تمام، مش هلاقيه علشان ما عملتش تحديث، فهو هيمشي تمام. فانا كل يوم هعمل ابديت وهدوس داون يوم. مش هاخد منك الا ثواني.